بتاريخ 6/8 جونا داعش، فنزحنا احنا على كردستان حاليا عقرة قاعدين. وضعيتنا صعبة، ما جبنا أي غراض معانا من أجوا الداعش، ما خلونا نهبل غرضنا وكسروه وغنمنا وماشينا أخذوه، كل أخذوه، فإحنا حاليا مس الحاجة إلى مساعدات. اليوم نحن متواجدين بملعب عقرة بالتنسيق مع خلية الطوارئ المتواجدة هنا الإمرجنسي سيل. راح نقوم بتوزيع 250 حصة على 250 عائلة من العوائل الناسحة. هاي ال 250 حصة من ضمن ال 1000 حصة اللي وزعناها خلال هذا الأسبوع، ونتمنى أن تساهم بمساعدة هذه العوائل وتسد قليل من الاحتياجات. هذا الغراض يعني ساعدنا، مثلا الفراش، احنا ما عندنا فراش، إذا أطفالنا ونسائنا احنا كلنا يعني مثلا الترمز وبطانيات ومواد او طباخ اكل شيء نطبخ عليه، هذا الشيء الرئيسي، لا نفرح بهذا، هذا اكيد ساعدنا. الايتمز طبعا كل باكيج يتضمن 4 دواشك او مطارح كما تسمى، 4 وسائد، طباخ، البوكسز، الايتمز تبع المطبخ، ونتمنى انه هاي المساعدات تساهم ولو بشكل قليل في مساعدة هذه العوائل. هذا الغراض يعني يسد لنا باب كبير، احنا حاليا نشكركم، نشكر الأمم المتحدة.